أهلا بكم. أعلن نادي يرموك عمان بطل بطولتي الدوري وكأس الأردن بالإضافة إلى درع الاتحاد بالكرة الطاولة، أعلن عن قرار تجميد اللعبة بشكل نهائي لعدم جدوى اللعبة في النادي. وقال رئيس النادي مروان المالح في تصريحات للمملكة إن القرار اتخذ السبت الماضي في اجتماع مجلس الإدارة الأخير وجاء بعد نفاد الخيارات المتاحة كافة للاستمرار باللعبة، مشيرا إلى أن مصروفات اللعبة أكثر من إيراداتها وهو ما يجعل الطموح قليلا بالرغم من محاولات عديدة للنادي للبقاء ودعم مسيرة اللعبة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نادي يرموك عمان السيد مروان المالحي. مرحبا بك سيد مروان. يعني يعتبر القرار صعبا على الطاولة الأردنية بأن يعلن بطل الدوري والكأس تجميد النشاط، ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعتكم لهذا القرار؟ بسم الله، حياكم الله وحيا قناتكم وبرنامجكم الكريم. الحقيقة السبب يعني مادي بحت، يعني نشاط يكلف النادي أكثر من 30,000 دينار، وجائزته على البطولات التي ذكرتها وتفضلت فيها هي 1350 دينار، فلذلك يعني هذا يشكل عبء كبير ماديا على النادي، ولا يستطيع أي نادي أن يتحمل يعني سنوات عديدة بهذه المعادلة الصعبة جدا يعني. فلذلك السبب الحقيقي الأول مادي، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق برعاية الفريق، بالاهتمام بالفريق من قبل الاتحاد، أو مش ليس الفريق إنما النوادي بشكل عام، اللعبة بشكل عام، اهتمام الاتحاد واللعبة بشكل عام ومدى اهتمام الاتحاد بها وبتطويرها الحقيقة. طيب، على ذكر الاتحاد، اتحاد اللعبة، ألم يكن هناك من خطوط للحديث مع اتحاد اللعبة من قبل النادي يرموك عمان تحديدا قبل اتخاذكم أو وصولكم لهذا القرار؟ هذا القرار ليس وليد اللحظة بصراحة، هو يعني من سنتين أو أكثر، وجلسنا مع الاتحاد، زارنا يعني متفضلا رئيس الاتحاد وبعض الأخوة من هناك، لكن كمان وضعناهم في صورة هذا الأمر، لكن الحقيقة دون أي تحرك أو أي فائدة من هذه اللقاء. اللقاء كان روتيني يعني بروتوكولي عادي جدا، ومن سن زمان يعني أو من البطولة الماضية عندما استضفتونا شاكرين يعني لكم هذا الاستضافة، لم يكن أي اتصال بيننا وبين الاتحاد في هذه الفترة الماضية كاملة. في حال أراد نادي اليرموك العودة، ما هي مطالبه؟ والله السبب مادي الحقيقة، يعني إحنا في الظروف اللي نحن فيها الآن لا نستطيع الصرف على نشاط كرة الطاولة، فالتجميد يعني آخر الدواء الكي بالنسبة لنا، يعني ليس يعني من أنفسنا أحببنا هذا الموضوع، لكن مضطرين له لهذا الأسباب. فإذا لم نجد أي دعم أو أي مساعدة أو أي رعاية في هذا الموضوع فسيبقى التجميد حتى تتحسن ظروف النادي المادية. رئيس نادي يرموك عمان لكرة الطاولة السيد مروان المالحي، شكرا جزيلا لك.